بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الرسالة الأولى تبكي فعلا. أنا استجمعت قوايا عشان أقدر أرد عليه. هي باسم نور الشمس، الرسالة باسم فوق نور الشمس، بس رسالة متعبة جدا جدا جدا. وما تسمعوها معايا هتحسوا بحاجة يعني ربنا يعني يسترها إن شاء الله. واحد بعت رسالة بيقول: توفيت ابنتي عن عمر 13 عام، كانت في العام الأخير لديها الكثير من الأخطاء، وكنت دايما ألومها وأحيانا أعاقبها بالضرب، إما على الصلاة أو على المذاكرة أو الإكثار من استخدام الهاتف. بعد محاولات عدة والله من الحديث معها، وكلها كانت عنيدة وغير مطيعة، كنت دايما أقول لها: أريد أن أسمع منك كلمة حاضر قبل ما أموت، وهي يا حبيبتي رحلت الأول. وأنا الآن أشعر باللوم الشديد، ولا أكاد أسامح نفسي على تعنفها وضربها يوما ما. ماذا أفعل؟ يعني أنا طبعا ما عرفش أمسك نفسي لما قريتها الأول، بقراها لكم وأنا متماسك. لما قريتها الأول ما قدرتش أمسك، لأني متخيل يعني إيه أب وبنت 13 سنة وماتت، ومش ماتت بسهولة. ده هو الأول كان بيعنفها. أنا هقول لك حاجتين لا ثالث له. ركز معايا كويس جدا، إن دي الرسالة دي وجعتني، فركز معايا لو سمحت. هقول لك حاجتين لا ثالث له. أسألك إذا جاوبت تبقى شاطر، إيه أخطر حاجة في ديننا؟ طبعا واضح إنك من الدين الإسلامي لأنك بتحثها على الصلاة، فواضح أنا بكلم واحد مسلم. ايه اخطر حاجة في الدين الاسلامي؟ مش هتعرف والله. والله انا بعمري ده قعدت افكر ايه اخطر حاجة في دين؟ اللي ما بيصليش، ولا ما بيصومش، ولا اللي محجش، ولا اللي معاه فلوس ما طلعش الزكاة، ولا اللي ضرب بنته، ولا اللي عق ام وابوه؟ ايه اخطر حاجة في ديننا؟ النية هي اللي هتحاسب عليها. انا هقول لك كم حاجة كده، بس ركز معايا بقى لان الرسالة دي تستحق حلقة كاملة، تستحق. بس ركز معايا. الرسول عليه الصلاة والسلام توفى يوم اتنين، جه يوم الجمعة. مين اللي هيخطب الجمعة؟ مين عنده الجرأة يقف على منبر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ لا سيدنا أبو بكر قدر، ولا سيدنا علي قدر، ولا سيدنا عثمان قدر، وهو أقرب الناس إلى الرسول. الوحيد اللي كان قوي جدا جسدا وقلبا وعقلا سيدنا عمر. سيدنا عمر هو اللي طلع على المنبر، هو اللي طلع على المنبر وقال خطبة الجمعة بعد وفاة الرسول. الرسول مات يوم اتنين رحمة الله، يعني ربنا يرحمه، وهو في الجنة طبعا، وصلى الله عليه وسلم، وطلع يوم الجمعة. شوف بقى الجمعة فاتت ثلاث والاربع والخميس، ثلاث ايام على وفاة احب الناس اليه، وطلع يقول الخطبة، وكان قوي جدا جسدا وقلبا وعقلا. جسدا كان يركب الحصان من غير ما يحط رجله في الركاب ورجله دي على الارض يحط رجله على. كان طويل جدا، كان لما يقعد في المسجد يفتكروه واقف لانه كان. وقلبا كان قلبه جامد جدا. قبل ما يسلم سمع اخته بتقرا سورة طه: طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. راح ضربها قطع ودنها. عقلا كان يطوف مع الرسول صلى الله عليه وسلم، جه عند مقام ابراهيم قال له: يا رسول الله عايز اصلي هنا ركعتين. قال له: ما عنديش امر.
قبل ما يكمل الطواف كانت الآية نزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى استجابة لعمر. هو اللي طلع على المنبر وقال خطبة دقائق. كان زمان ما فيش ساعة، كانوا يحسبوا الزمن بالآيات، فقال خطبة 10 آيات يعني ما ياخدش 5 دقايق. قال لقد قال محمد بن عبد الله حديث هو ثلثي الدين. تخيلوا 2/3 ديننا في حديث واحد. الحديث رقم 1 في صحيح البخاري، الحديث رقم الحديث اللي مش عن 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 عمر، بس ما دام عمر قاله يبقى اتقال. قال لقد قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حديث هو ثلثي الدين. ايه هو الحديث؟ انما الاعمال بالنيات وانما لكل ما نوى. الحديث احنا سنة 2023، تعال نفسر الحديث بالعلم اللي تعلمناه. انما الاعمال بالنيات، يبقى في عمل ونية، يبقى فيش غير 4 احتمالات. 4 احتمالات وما لهمش 5 يا عم الحاج يا اللي بعت الرسالة. عمل صالح بنية صالحة، عمل صالح بنية فاسدة، عمل فاسد بنية صالحة، وعمل فاسد بنية فاسدة. مش دول 4؟ ما فيش احتمال 5. عمل صالح بنية صالحة، انا رايح احج ليه؟ من جوه بقى، دي محدش هيعرفها الا انا وربنا سبحانه وتعالى، تقربا الى الله، عايز ادي الفريضة. لا ده انا عايز اعيدها تاني وتالت ورابع، لانها فريضة روعة. يبقى العمل صالح، محدش يقدر يتكلم على الحج، والنية صالحة، تمام. عمل صالح بنية فاسدة، واحد رايح يصلي قدام زمايله حتى يقال عنه انه مصلي، لكن هو مش نيته مش كده خالص خالص. العمل صالح لكن النية فاسدة، نية فاسدة. مين اللي يطلع النية؟ الله سبحانه وتعالى. وعمل فاسد بنية صالحة. انا كان في واحد طالع من المجاري وداخل المسجد خبطته في كتفه، قال عمل فاسد لكن نية صالحة، قلت له روح اتطهر وبعدين خش المسجد. وعمل فاسد بنية فاسدة، قعدت اوضب لواحد كارثة عشان يترفد. دول 4 اللي احنا عايشين عليهم، ودي اللي بنصح بيهم كل واحد قبل ما تنام بالليل وانت راسك على المخدة، استعرض اللي عملته طول اليوم، ان لم يكن من المجموعة الاولى استغفر ربنا عليه. ربنا لا يقبل الا عمل صالح بنية صالحة. نيتك ايه وانت بتربي بنتك؟ رائعة، نية رائعة. عايزها تبعد عن الناس والموبايلات وتذاكر وتصلي، دي نية فاسدة. ده انت اب، ده انت ما عملتش كده تتلام. لو سبت بنتك ما تصليش تلام يوم القيامة. اوعى تحزن، القدر قدر، ربنا اختارها الى جواره خلاص. بس انت اوعى ضميرك يوجعك عشان عملت كذا وكذا وكذا. نيتك ايه؟ النية ايه وانت بتربيها؟ ده انت لو ما ربيتهاش هتتحاسب. اللي راح للرسول قال له عندي بنت، قال له دخلك الجنة لو ربيتها كويس، قال له طب واثنين، قال له دخلوك الجنة، وثلاثة. المهم نربيهم كويس. ما انا عندي بنات، انا هسيب بنتي تعمل اللي هي عايزاه عشان خايف ان ربنا يزعل مني؟ لا مش هيزعل، بالعكس هذا قضاء الله. دي النقطة الأولى اللي عايز أقولها لك، خلاص اتفقنا عليها. النقطة الثانية بقى بصبرك، لو الرسول عليه الصلاة والسلام قاعد بينا كده، هنفترض طبعا يا ريت نقابله في الجنة، يا ريت نكون إلى جواره في الجنة، لو واحد يفتخر بإيه؟ ألا يفتخر الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته صلوا عليه؟ مش الآية كده إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه سلموا تسليما؟ مش يفتخر بهذا؟ ربنا والملائكة بيصلوا عليه. يا عم الحاج